جافا واحد يعمل مش عارف وطرق مليون طريق، انت ما تشغلش بالك. فان انت خدت طريق خلاص ما تقعدش بقى تشتت نفسك وتوجع دماغك، خلاص وامشي على الطريق هتلاقي نفسك وصلت. عشان كده عايزين حضرتك تقول لنا بقى، تنصحنا بما هو انا بس عشان ترتيب الموضوع، انا كنت عارف ان انا كنت هتكلم معاكم عن الاقتراحات اللي انتوا لقيتوا فيها. بس انا الاول يمكن في بعض الناس دخلت بعد ما انا اتكلمت، انا كنت الاول قلت لو في حد عنده نقد لاي حاجه في الكورس او كنا المفروض نقدم حاجه افضل يا ريت النقد، يعني طبعا النقد بناء طبعا، يعني اقصد ان هو ما يكونش حاجه احنا مش هنقدر نعملها، حاجه تعجيزيه، حاجه محتاجه وقت كبير جدا مثلا. لا احنا بنتكلم في حاجه تكون في المتاح، كنا المفروض نضيفها او هتفيد او كده. لو حد عنده نقد يقول. نقد يعني كاش يعني ولا او امشيك اي حاجه. لا هو السلام عليكم يا دكتور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاك محمد مرزوق. اهلا بيك. هو انا عايز اعرف بس احنا المره الجايه هناخد ايه، او الكورس الجاي هناخد ايه، وبعد كده هنتكلم على حته النقد البناء دي. اللهم امين يقود بناء. ماشي، احنا نتكلم الاول على ده، في الاخر هنتكلم على اختراعات، وبعدين هنتكلم على ايه المسارات اللي ممكن تتاخد في كذا الوقت. ممكن تخش على كذا، ممكن تخش على كذا، ممكن تخش على كذا، ممكن تخش على كذا، وبعدين في الاخر خالص نشوف احنا لو قدرنا نتفق نتفق، ما قدرناش نتفق خلاص، يعني في الاخر هيبقى كل الطرق دي وهناخد طريق. طب هو نقد بناء ليك ولا لينا؟ الكل عادي، اي لاي شيء، اي ليا ليكم، لحاجات مش ليك ولا ليا، حاجات ممكن تضاف على اساس. يعني باشمهندس محمد مثلا قال لي امبارح ما بعتليش الاكزامبلز اللي انا كاتبها مثلا كود، يا ريت تضغطوا وتبعتوا لنا. قلت له ماشي صح، ده يعني وقعت مني سهوا كده. ممكن حاجات زي كده مش ولا فيك ولا فيا، بس هي حاجات اضافيه لو كانت اتضافت على مثلا على ممكن نظبط حاجات اكتر. اي حاجه يعني. طب يعني ممكن نبدا بالمثال اللي حضرتك ضربته دلوقتي. انا كده كده اتفرجت على حضرتك وذاكرت، فانا مش محتاج الاكواد اللي حضرتك كاتبها، انا كاتبها كلها. تمام؟ فده نقد، ده نقد لنا احنا، ان في ناس كتير مش متابعة، في ناس كتير بتعطل حضرتك وانت بتتكلم، وبندخل في حاجات احنا مش هنشرحها بالكامل، بس الناس بتبدأ تسأل. الفيديوهات اللي حضرتك بتسجلها انا من وجهة نظري بتكون بتدينا معلومات اكتر بكتير من الاونلاين، بدليل حتى حضرتك بتعمل مونتاج احنا بنقعد مثلا ساعتين ساعتين ونص، وفي مشكورا حضرتك قعدت حوالي 3 ساعات مثلا بتدينا محاضرة، بتبدأ تعمل لها مونتاج بتنزل في ساعة، الحاجات المهمة بتتشال، النقاشات الجانبية بتتشال، حاجات كتير بتتشال، فبتنزل في ساعة. انا كان رأيي، وده ممكن يعني يختلف مع ناس كتير، ان احنا نتقابل مثلا مرة واحدة في الاسبوع او مرتين في الاسبوع زي ما تحب برضو هم يحبوا، بس يكون الاساس محاضرات مسجلة ابدأ اعملها، وابدأ اكتب الكود فعلا، ابدأ انفذ مشروع فعلا، وبعد كده حصلتني مشاكل ابدأ اناقش فيها حضرتك، وناخد علم كتير كتير ورا بعضه، ولازم نطبق كلنا. يعني حضرتك بتقول مين طبق؟ محدش طبق. مين طبق؟ محدش طبق. طب انت حضرتك جاي المحاضرة اللي بعديها بتشرح، ها نكمل تاني، تلاقي ناس بتقول كفاية كده. طب انت ما طبقتش الاولاني، كفاية كده، انت في علم دخل لك ايه؟ انا فاكر محاضرة، ودي كانت محاضرة بالنسبة لنا اتضايقت جدا فيها، بس ده نقضي لنا احنا، اني انا عرضت المشروع، وفي واحد زميلي عرض المشروع، وفي استاذة زميلتنا عرضت المشروع، بتقول نكمل بقى، احنا ما خدناش معلومات جديدة، نكمل بقى، الناس كلها دخلت قالت كفاية كده، ايه المعلومات اللي ضغطت على دماغك فعشان كده قلت كفاية كده، احنا ما خدناش معلومات؟ تقول 3 زملاء شرحوا حاجات قديمة عملوها. فانا رأيي، وده رأي المتواضع ممكن ما توافقوش بيه، لا، فيديوهات مسجلة كتيرة وابدأ انفذها ورا حضرتك، وبعد كده لينا لقاء مثلا لقاءين ما فيش مشكلة، زي ما احنا نقول احنا ايه اللي قابلنا واحنا بنعمل المشروع بتاعنا.
ايه اللي قابلنا وانا بكتب وراك الحاجات دي كلها وما تنفذتش، ده حصل وده حصل، وحضرتك ممكن تعالج المشاكل دي او نبعتها لك وكن حضرتك عارف هتقابل مشاكل ايه اساسا، وتبدأ تشرحها لكل واحد فينا، تاخد ساعة تاخد ساعتين وخلصت العملية. من المحاضرة دي للمحاضرة دي نزل 20 فيديو، ذاكروهم. احنا لازم نذاكر كتير ولازم نشتغل على نفسنا كتير جدا الفترة اللي جاية دي لو احنا فعلا عايزين نوصل لحاجة. لكن انت حضرتك مدينا 18 محاضرة، معدين 130 فيديو، الناس ذاكرتهم كلهم؟ بقول دايما النقد ليا ولزمايلي، الناس ذاكرتهم كلهم؟ عملوا المشاريع كلها؟ انا الحمد لله، لله الحمد، انا كنت داخل الكورس ده مش عايزه قوي، يعني انا ما حضرتش الجزء الاولاني، انا عارف بايثون كويس، داخل الجزء الثاني مش عايزه، بس هشوف الدكتور بيعمل ايه. انا استفدت مثلا بمعلوماتي بنسبه 100%، الف مليون شكر ليك. انا كنت فاكر ان انا مش هستفاد معلومات، ومجرد ان انا متابع لحد ما يجي كورس اودو مثلا عشان ملوش ريفرنس. فانا لما كنتش دخلت الكورس ده كنت هخسر كتير جدا. انا استفدت نسبه معلوماتي، انا عايز اقول لحضرتك بدون مبالغه زادت بنسبه 100%. انا عملت حاجات ما كنتش اتصور ان انا اعملها في المده القصيره دي. فرأيي برضو اتفضل. بس عايز اقول بسرعه كده سريعه، طبعا انا مش معترض على كلامك نهائيا ولا حاجه، بس انا عايز اقول ان الناس مختلفه. يعني مثلا انت بتتكلم، يعني اكتر حاجه انت ركزت عليها المعلومات، تمام، بناخد كم معلومات اكتر في المسجل وكم المعلومات مثلا في المباشر، ممكن يبقى في كلام جانبي كتير وده واحد. فعليا في فرق اساسي، انا طبعا معاك في الكلام ده صحيح، لكن في فرق ما بين مش كل المعلومات هي المعلومه المباشره اللي بتتقال لك، في حاجات تاني اخرى جانبيه. يعني مثلا انت بيدور في بالك حاجه نفسك تسال عليها، عامله لك ازمه بمخك، مش انت يعني، انا اقصد الطالب يعني. فهو مجرد لما قعد وترد عليه وقال له لا ما اقصدش كده، انا اقصد كده، فقال له دي يبقى كذا، فهو كده يعني نفسيا استريح. ممكن تكون دي حاجه معلومه جانبيه او حاجه مش في صلب موضوع البرمجه او بس هي توجيه بالنسبه له غيره، ممكن يكون وجهه توجيه قوي جدا. لا انا بشوف ان اللايف سيشنز ليها اهميه كبيره، تمام، لكن فعليا بتبقى اقل في كم المعلومات، وده حقيقي، تمام، كمعلومات خاصه بالتوبيك اللي احنا بنتكلم فيه، طبعا هتبقى المعلومات اقل، لكن اللايف هيبقى فيه معلومات اخرى عمرنا ما نقدر نحطها في الريكوردد سيشنز، تمام. يعني الفيديوز المسجله عمري ما اقدر احط فيها مثلا ان في واحد بيسال على فرق ما بين كذا وكذا مثلا، او ليه عملنا كذا عن كذا مثلا. فممكن يكون بالنسبه لي مش يعني انا بشرح ما جاش في بالي ان دي حاجه اصلا هتشغل بال حد، او ما جاش في بالي اصلا وشرحت اللي قدامي ودخلت على بعدها، بس هو في دماغه فكره راحت في دماغه طبقا لدرس مثلا فات، او طبقا لحاجه ثانيه، او تدخلت معاه او فدي برضو فيها فكره ان في ناس. اما بالنسبه للحته بتاعت هل الناس كلها استفادت من كل المعلومات اللي اتخذت او ذاكروا كل اللي هم كان قدامهم؟ لا طبعا، انا عارف كويس جدا ان مش الناس كلها ذاكرت كل اللي اتقال. يعني انا قلت في بدايه لما بدات المحاضره ان انا يعني انا ذات نفسي نقدت اول حاجه المحتوى، وقلت المحتوى ده انا راضي عليه بنسبه حوالي 70%، لان انا عارف ان في حاجات تانية مهمه جدا كنت المفروض اقولها، او انا هكذا ارى والله اعلم. لكن الواحد بيجتهد لدرجه بس معينه وبعد كده يعني خلاص كل الناس تقدر تحط ايديها، يعني خلاص انت بالمستوى ده في الاريا دي هتعرف تلعب، لو رحت على اي حته هتعرف تشتغل وهتبقى زي الفل، مش يعني خلاص رجليك على الطريق. وبرضه في حاجه كمان اخيره، المستويات بتتباين، يعني كل واحد فينا مستواه متباين عن الاخر او مختلف يعني عن الاخر، فممكن واحد يبقى عند مستوى معين هو قادر يطبق بس يديني المعلومه وانا قادر، فما زي هروح واجرب وهعرف وبتاع، فممكن يكون ده وضعك انت مثلا، حسيت انت قادر خلاص مفيش مشكله اديني بس مسجل ومعلومات انا هدوس. وده حاجه طبعا كويسه، ان نطمح ان احنا نوصل للمستوى ده في اقرب فرصه. لكن في ناس ثانيه معلش انت فتحت فين؟ انا ببقى فاتح في الفيديو مثلا، بفتح قدامكم كل حاجه بطبقها قدامكم،
وليد بيبعت لي بيقول لي انا مش عارف اجيب الحته الفلانيه، علي بيكتب مثلا في حته ثانيه خالص غير اللي احنا بنكتب فيها، ودي بتحصل ومش عيب. بس هو بالنسبه له اول مره يسطب برامج ويجيب برامج ثانيه والبرنامج ده يربط مع البرنامج ده، وحاسس كده ان هو ايه تاني. بالنسبه لبعض الناس اللي عندهم باك جراوند الموضوع ده عادي يعني مش مشكله، لكن في ناس ثانيه اصلا متلخبطه بسبب حاجات جانبيه ملهاش علاقه اصلا بالمعلومه اللي بتتقال ذات نفسها. فطبعا ده واحد منهم. في ناس فعلا ما تبقاش متعوده انزل برنامج ده ونخ بعد كده تفتح البرنامج الثاني وكده روح عند الحته الثانيه، بس انا مش عارف هو فتح كان كتب فين، يكتب مثلا الاوامر المكتوب المفروض تكتب في الترابيزيوم جاي كاتبها جوه الكود بتاع البايثون، او اوامر بايثون اللي مكتبها في الاس كيو ال، هو سرح هو يعني مش مركز فاهمني ازاي، او مش متعود على ان هو يتنقل ما بين تولز كتير، مش متعود ان هو يتنقل، وبالذات الكورس ده كان مليان تولز نطينا ما بين اكتر من تول يعني سطبنا برامج كتير وربطنا البايثون مع كذا نوع داتابيز وكذا نوع مش عارف وكذا ويب سايت وكذا اي بي اي، فهم مش متعودين اصلا على ان يخش من برنامج لبرنامج لبرنامج، فده بيعمل لهم شويه بط. فاحنا بس ايه، لكن انا عايز اقول في الاخر ان انت كلامك صحيح، حتى لو هو كويس ان هو جه حتى لو سابق اوانه شويه، لان المفترض لو في مستويات تانية خلاص انتوا بتعرفوا تطبقوا، انتوا مش لسه محتاجين قوي ان انا اعمل لكم من فايل سيف از وتبقوا شايفين فايل سيف وشايفين، حتى لو عملت دوت اعمله، بس انا اقصد يعني ايه المفروض انت خلاص بقى عندك نولج شويه انت رايح فين وجاي منين فاهمني، فالمفترض بعد كده تبقى اسرع. ولذلك لو بدانا بعد كده ان شاء الله في يوم الايام وصلنا للبروجكتس، انا ضد تماما ان احنا نوصل للبروجكتس اللي هي الواقعيه وانا اللي اعملها كده، احنا بنهرب. هي دي النقطه بقى يا دكتور، انا بعرف اعمل الكلام ده يعني انا اذا كان عليا لا انت جد تحلوني، انا بعرف اعمل الكلام ده، انا عايزك انت اللي تعمل الكلام ده. دكتور بعد اذنكم في شيء تاكيدا لكلام اخونا الاخ محمد، انا موافق اللي هو بيقوله بس مع تحفظ خفيف جدا، لو مره واحده في الاسبوع نقعد لايف واتفر كانت ساعه اتنين بس ما تزيدش عن كده، لان برضو طول الوقت في ملل، بمعنى الالتزام القعده نفسها اللي بيتكلم غير المستمع لازم نراعي المساله دي، يعني انا فعلا عايز استفيد بس ما اقدرش اقعد اسمع ساعتين ثلاثه متواصل، لكن ممكن اتكلم خمس ساعات ما هيش مشكله. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي هي الماده لما تكون مسجله ويكون انا عندي الوقت الكافي، طبعا المقبول مش ان انا يعني هذاكرها مره واثنين وثلاثه، وقتها اللايف هيكون مفيد جدا، مع الاخذ في الاعتبار اللي حضرتك قلته اللي هي التباين بين الناس، في واحد عنده باك جراوند زي الاخ محمد هو عنده باك جراوند بايثون فاكيد هيستفيد اكتر مننا كلنا. انا مثلا عندي باك جراوند بزنس كمثال، وراجل بتاع الشاشه السوداء، انا عمري ما عملت حاجه على الويندوز على الجوي، ما عملتش حاجه خالص زي كده، يعني لو هتضحكوا دلوقتي لو قلت لك انا مش عارف الفرق بين الكلاس والميثود والحاجات دي كلها، بحاول اطبقها وخلاص، لكن لو سالتني على بيزنس وعلى الجوريزم والحاجات دي كلها يعني بفضل عز وجل ممكن افيدك. ده مهم جدا المادة تكون مسجلة، ان احنا نذكرها، ان احنا كلنا جهد في البحث، لما نيجي نقعد معاك هنستفيد اكتر، غير لما انت تقعد تشرح مسائل وتتعب حالك في شيء لسه اول مرة بنسمعه. فانا موافق تماما على المادة تكون مسجلة، وبعد كده نقعد مرة واحدة بس في الاسبوع، مش مرتين يعني، انا ده رأيي واللي تشوفوه. طيب بس طبعا انا بس انوه على حاجه، الفكره اللي انا قلتها بتاعت البروجكتس وانتوا بتعملوه ده، طبعا لازم تكون الاول عملت حاجه ولو سمول بروجكت كده ورايا ستاندرد عادي. هو مش هيبقى بروجكت واحد يا دكتور. أيوة أنا أقصد يعني اقصد ايه يعني زي ما بيقولوا بنيت البيت فاهمني ازاي؟ وبعد كده يلا بينا نطلع بالعماره، انت اعمل كذا وده يعمل كذا وده يعمل كذا وده يعمل كذا وانت اعمل كذا وده كذا، انا واجمع ونباعش. هو ده اللي حضرتك ده اللي هتعمله معانا، انك هتدينا الاول حاجه بسيطه ونخلصها، بعد كده نخش بقى في الشغل الثقيل يعني. الكورس ده يبقى عباره عن كده حاجتين، حاجه بيها بتشوف فينش برودكت بسيط اللي هو مثلا الكازوزه، وبعد كده تعالى نعمل البيبس يعني اعمل الازازه او البتاع ونغطيها يعني. فهي دي ده افضل شيء في معلش الامثله بتاعتي شويه بلدي بس يعني انا قصدي من باب ان ده هيريحنا جدا وهيدينا ثقه بالنفس.
انا لو عملت ملف بس للموظف فيه الصوره واسمه وعنوانه ومش عارف وراتبه وطلعت الشاشه كده على الويب، يا سلام انبسطت. طب تعالى بقى نعمله البروسيس بتاع المصير وال مش بعيد على فكره والله. انا عايز اقول لكم على حاجه، انا بعمل ده يعني. انا شغال في كورس تاني معايا بتاع اطفال كلهم اعدادي بالمستوى الرابع، يعني ده الكورس الرابع معايا، الرابع والخامس، الخامس مستوى تمام. طلبه اعدادي بتطلع اللي انت بتتكلم فيه ده، والله بجد انا ما كنتش مصدق الاول. يعني متعلمين برمجه واخدوا كورس برمجه واخدوا مستوى داتابيز واخدوا مستوى اتش تي ام ال وسي اس اس واخدوا مستوى تجميع مشروعات واخدوا مستوى تاني باك اند، وبعد كده بداوا بقى بيجمعوا كل الشغل مع بعضه في المستوى الخامس وبيطلعوا. انا بصراحه انا ما كنتش متخيل ان انا اقدر اوصل معاهم ان هم يطلعوا سيستمز بصراحه، لكن في الاخر قدام عينيا بيطلعوا. يعني الموضوعات مش مستحيله، فاهمين ازاي؟ مش مستحيله خالص. انا كنت الاول اقول استحاله طالب يعني لسه اعدادي هيدخل نفسه في مليون حاجه ويسطب داتابيز ويعمل الناحيه الثانيه اي بي اي ويتكلم الناحيه الثانيه فرونت اند في ثلاث اربع لغات اتش تي ام ال على اس 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 على جافا سكريبت على مش عارف يعني ممكن يحط كمان جي كوير ويعمل مش ما كنتش متخيل انهم يقدروا يعني يبقوا معايا على الخط، فاهمين ازاي؟ لكن بالصبر عدينا سنه بالصبر. طبعا اخذوا فتره اطول بس في الاخر بدا يوصل، فاهمين ازاي؟ فالموضوع مش مستحيل ولا حاجه، الموضوع مش مستحيل. ولذلك بعد اذنك يا دكتور يعني ما زلت اكرر واعيد، ده مهم جدا ان يكون في مراعاه التباين بين الناس. يعني اللي حضرتك بتقوله ده هو التعليم اللي والله حصل يعني هو مع ابني يعني. بالنسبه لنقطه التباين دي انا ما بخافش منها قوي في الاونلاين، لان انت بتوصلك في الاخر الفيديو وفي واحد بيفهمه من اول مره وفي واحد بيعيد الفيديو مرتين، في واحد يعني برضه فيها ايه اصلا تقدر تمانج الموضوع دوت بنفسك، فاهم ازاي؟ وفي ناس بتكسف تسال، خلي بالك برضه ايه؟ في ناس بتنكسف تسال يعني يبقى عايز يسال خايف سؤاله ماشي بس يعني بس برضه بيبعت لي على الواتس كده مثلا، فاهم ازاي؟ يعني انا مش فاهم حاجه، انا بتريق على مين؟ فحتى على الاقل في فرص، حتى لو هو مكسوف بيقدر يبقى في فرصه ان هو يبعت لي لوحده. طب هو بيكسف حتى يبعت لي لوحده، طب انا هنعمل له ايه؟ احنا قاعدين معاه في اللايف يا ابني قول ما فيش. طب ابعت لي مثلا رساله قول لي في كذا كذا مش كده، برضه ما بيقولش. طب تعليق حتى كده تكست من ورا الشاشات واستخبى ما بيقولش. لو انت يعني كل الفرص دي قدامك انك تتكلم بدون احراج وبدون مشاكل وانت اللي مش عايز تقول، انت كده بتحاول يعني ما بتحاولش توصل، ما بتحاولش تتحرك. انا دايما كنت بقول السؤال بالنسبه للطالب هو مفتاح الفهم. مهما كان الرد على فكره، والله مهما كان الرد، عارف لو الاستاذ بتاعك او اللي بيشرح لك هزقك برضه انت كسبان. لان لو احرجك قدام زمايلك اعرف كويس جدا ان المعلومه اللي هيقولها لك عمرك ما هتنساها، هتقعد فاكر. ممكن تلاقي نفس ناس منكم قاعدين دلوقتي معايا فاكرين من ابتدائي او من اعدادي حاجه حصلت وتهزق فيها وعمره ما ينساها، معلومه عمره ما ينساها، لان ليها موقف معاه، ليها موقف معاه. لو السؤال اللي انت سالته كان سؤال معقول وانا شكرتك عليه عمرك برضه ما هتنساها، يعني في موقف سواء كان بالحاجه كويسه او بالحاجه الوحشه هتفضل فاكر. فانت مجرد انك تسال هيتحفر، فانت اللي كسبان. الاسئله دايما للطالب هو اللي كسبان، لان الموضوع بيثبت في دماغه جدا، بيقعد فاكر، يقول لك انا مره سالته وقال لي كذا كذا كذا، قال لي كذا كذا. فكانها زي دلوقتي، صح ولا لا؟ مش فاكرين حاجه زي كده؟ اكيد. ليه؟ لان فيها موقف مش مجرد مستمع. دايما لازم الانسان لما يدور في مخه حاجه لازم يتكلم. لازم يتكلم علشان ما يتكسفش، ما يسيبك من الكلام ده، علشان يقدر ان يبقى عنده موقف احتكاكي اكتر وبالتالي ذاكرته تبقى اعلى. احنا بس دخلنا في موضوعات جانبيه مش عايز الناس تمل يعني. عليك يا دكتور. ازيك يا دكتور؟ الله يخليك. اتفضل. عندي نقد كده هو صغير يعني مش كبير يعني. كنا احنا في بدايه الكورس قعدنا وحددنا محتوى الكورس ايه وكان فيه ايه وهناخد ايه وهناخد ايه. فايس بارك يعني. بغض النظر هو حتى كان الكورس كان اسمه فايس بارك وكده، بس احنا في خلال الكورس في حاجات اتغيرت، مفيش مشكله. انا واحد من الناس اللي قلت ناخد الاورينت داتا بيز نكمل فيها يعني. بس اذا بعد كده اتمنى ان احنا اذا يعني حددنا محتوى الكورس من الاول ووافقنا عليه
يعني ما نحاولش نغيره في نهايه الكورس او في خلال الكورس بعد كده، ده هيكون افضل يعني، انا شايف كده. والله هو انت عندك حق. انا يعني لغايه والله قبل اليوم اللي شرحنا فيه، اليومين اخر يومين اللي شرحنا فيهم الاي بي اي، انا كنت فعلا كنت ناوي اقول لكم يا جماعه مش هغير، بس في الاول وفي الاخر انا قلت طب ما احنا اول الكورس اصلا انتوا اللي حطيتوا المحتوى معايا، يعني احنا قعدنا اول محاضره كلها بنقول ايه المحتوى كده كده وقعدنا نحط المحتوى صح، فاحنا اللي اختارنا احنا عايزين نعمل ايه. طيب ما هم انا قلت ايه، هم يعني بدا يبقى عندهم شويه يعني يحصل لهم استيعاب، مخهم بدا يتفتح اكتر، فهم بداوا يشوفوا ان في حاجه اهم من حاجه بالنسبه لهم. يعني هم في اول الكورس الشباب في اول الكورس غير في اخر الكورس، انا بكلم نفسي يعني بقول لكم على الحوار اللي ضرب بيني وبين نفسي، قلت هم في اول الكورس بقوا غير في اخر الكورس. هم في اول الكورس كانوا لسه مش عارفين قوي، فطبقا للمعلومه انا بقولها فاقول اه ماشي بيرجحوا معايا، لكن في اخر الكورس بقى عندهم نولج اكتر، ويقول لك احنا عايزين نكمل الحته دي هتبقى فايده لنا اكتر مش عارفين. فقلت ما فيش مشكله، رغم ان انا بصراحه يعني انا بقول لك تبرير، لكن انا معاك، انا ما كنتش حابب، بس لما حسيت ان الناس عايزه قلت لا، هم الاولى ان هم ياخدوا الحاجه اللي هم عايزينها، مش انا اقول اللي انا عايزه. ده في الاخر خبره حضرتك في وضع المحتوى لازم تبقى اعلى من ان احنا عايزينه ومن طلباتنا. احنا ما متشعبين، ما واحد شايف دي وواحد شايف دي وعايز دي عايز دي عايز دي، لكن خبره حضرتك في الاخر لازم يبقى لها اعتبار في وضع المحتوى بالذات. أيوة صحيح. وانا وجهتكم، وانا برضو للاطار بتاعي انا ما مشيتش بعيد عنه، يعني مشينا على نفس الاطار بتاع الكورس، لكن اقصد ان انت خلال الكورس بدات تفهم حاجات وتستوعب حاجات، فبقى عندك نولج، ما بقتش زي الاول كنت فاضي، كان التوجيه يوديك وبس ويجيبك، لكن بعد كده بقى عندك نولج شويه، بقيت فاهم ان يعني ايه باك اند، اه ده هيطلع اي بي اي، ده بعد كده الموبايل هيكلمنا، ده كده الويب هيكلمنا، ده كده مش عارف ايه، طب ما كده احنا ممكن نستفيد اكتر، ممكن نبقى خدنا خطوه اكبر. فلكن انا معاك، يعني انا معاك ان كان المفترض ان احنا طالما اتفقنا على الكونتنت بالاول كنا التزمنا بالكونتنت اللي احنا حاطاه كان هيبقى افضل. ولذلك انا يعني ربنا يعلم ان انا يعني حتى بعد ما اديتكم جزء بتاع الاي بي اي قلت انا هسجل كده انترودكشن عن باي سبارك برضه محاضرتين ثلاثه كده، يعني بحيث برضه تبقى موجود، يعني انا من جوايا مش راضي على اللي انا عملته. مش مشكله دكتور، هو كده 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 يعني ان شاء الله حتى في اي مسار هناخده بعد كده اعتقد ان حضرتك يعني اتوقع ان حضرتك لازم تدينا محاضرتين ثلاثه عن باي سبارك خاصه الباك اند، عشان دي هتبقى حاجه اعتقد هي اضافه لينا، يعني هي الباك اند مع باي سبارك البيج داتا والتعامل معاها اعتقد هي اضافه قويه ان شاء الله باذن الله. انا قلت محاط يا دكتور اتفضل. انا نفسي كمبرمج ان انا اعمل ويب ابلكيشن يكون هاي بيرفورمانس، اعمل موبايل ابلكيشن يكون هاي بيرفورمانس، وبعد كده هياخد وقت قد ايه مع اختلاف، المهم ان انا اعمله بقوه ويكون اي حد يستخدمه. مع اختلاف ايه؟ مع تفاوت فهمنا، يعني انا ما عنديش اي مشكله ان احنا نعمل ويب ابلكيشن في كورسين، انا ما عنديش مشكله، المهم اوصل للقوه اللي انا عايزها. الجزء ده انا فاهمه، في غيري مش فاهمه، انا مش فاهم جزء خالص غيري فاهمه. حضرتك شايف من الخبرة اللي حضرتك فيها ان لا، ان لازم الكورس ده يتاخد على المستوى الكبير، ده ما عنديش فيها ادنى مشكلة. انا عايز كمحمد لما يجي حد يسألني انت مبرمج اقول له اه. تعرف تعمل ويب ابليكيشن بهاي بيرفورمانس عالية جدا؟ اه. تعرف تعمل موبايل ابليكيشن؟ اه. تعرف تربط الكتابة؟ اه طبعا. واعرف اعمل باك اند قوية جدا. انا شايف ان دي هي الخطوة الاولى ليا، وبعد كده اتطلع لأي شيء تاني. بعد كده لما كلمت حضرتك على اودو، هي فكرة اودو ان انا اشوف مبرمجين على مستوى عالي عاملين برنامج وانا كمان فاهمه بعرف عن كاستمايزيشن ليها. انا كده وصلت لدرجة الفهم اللي انا عايزها. خطوة اساسية انا لازم عشان يتقال ان انا مبرمج وادخل سوق العمل بعرف اعمل ويب